الإسلام جاء بقطع الوساوس لأن الوساوس من الشيطان. الإسلام تعبد من أنت؟ تعبد الشيطان؟ لا، تعبد الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تعبد الله سبحانه وتعالى الأصل أن تقطع الوساوس. لأن الوساوس من الشيطان. يوسوس لك الشيطان في الطهارة. في الصلاة. في الإيمان في التوحيد. إذا جاءتك الوساوس في الإيمان في التوحيد في ذات الله اعلم أن الشيطان يريد يفسد عليك هذا الإيمان. هذا دليل أن الإيمان هذا إيمان صادق ويريد يفسد عليك الشيطان بهذه الوساوس. نعم، هذا الشيخ مثلا كبر قال الله أكبر. أوديها الشيخ الله أكبر. فجاء إليه الشيطان. الشيطان كمان مطالب. قال هل أنت متوضئ؟ الشيطان مطالب وحنتاني أنجوك سبحان يعني كاجنا. ماذا يصنع الآن؟ هو كبر على يقين أنه متوضئ. كبر تكبير. لو بدأ يسترسل يعني يمشي مع هذه الوساوس أو خرج من الصلاة هو آثم. توضأ وجاء إلى المسجد ثم بدأ يشك في الوضوء. هل مسحت رأسي أو لا؟ لو رجع وعاد الوضوء هو آثم. لماذا؟ لأنه التفت إلى الوساوس والوساوس من الشيطان. والله أعلم.